السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كله كده تمام يا جماعة؟ في حد تمام؟ الصوت واصل؟ تمام. تمام. أستاذة خديجة يا هلا فيكي. مين سامعني تاني؟ الصوت واضح الحمد لله. هنبتدي إن شاء الله بإذن الله. أستاذ شريف اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذه خديجه. استاذ مجاهد اهلا بحضرتك. تمام. استاذه ساره يا هلا فيكي. تمام الحمد لله كل الوقت سامع الصوت. طيب نقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم. ربنا يكرمك يا مس مريم، ربنا يكرمك، انت حبيبتي اللي منوره، ربنا يكرمك يا رب. ربنا يجازيكم كلكم خير ان شاء الله. ونستفيد النهارده في مقدمه بسيطه في عن مهارات الاتصال الفعال. ان شاء الله كده باذن الله احنا هنتكلم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا استاذ جهاد مجاهد، انا اسف استاذ مجاهد، يا هلا فيك. النهارده هنتكلم عن مقدمه بسيطه عن مهارات الاتصال الفعال، وان شاء الله كده نستفيد من المحاضره ونكون وصلنا لبعض النقط اللي احنا ممكن تكون بتقابلنا في حياتنا عن مشكلة الاتصال، لأن الاتصال بيبقى عامل مشاكل كتيرة جدا عندنا. في حد عنده مشكلة في عملية الاتصال؟ اللي عنده مشكلة كده يكتب لي بعد إذنكم. عندي مشكلة في التواصل أو الاتصال مع نفسي أو مع أهلي أو مع والدتي أو والدي أو إخواتي أو أصدقائي. أستاذ ماجد، أنا آسفة يا أستاذ ماجد، أهلا بيك يا أستاذ ماجد. في حد تعرض لموقف معين حس ان هو معرفش يتواصل فيه اتصال فعال يا جماعه؟ الشباب. استاذ ماجد. استاذه ساره عندها مشكله في الاتصال مع اصدقائها. تمام. استاذه ساره حضرتك يعني اتخرجتي ولا لسه طالبه وفي اي مرحله دراسيه؟ ريت حضرتك تقولي لي. استاذه ساره. استاذ ماجد يقول لي برضو ايه المشكله اللي عنده، في التواصل مع الاهل ولا مع الاقارب ولا مع الاصدقاء؟ أستاذة سارة طالبة عندها مشكلة في التواصل مع أصدقائها وهي طالبة. تمام. هنقول إيه يعني إيه فعال وليه لازم يكون فعال. أستاذ ماجد عنده مشكلة في الاتصال مع الناس الجديدة. تمام. هقول لك على حل المشكلة دي يا أستاذ ماجد في إن شاء الله في أثناء عرض الشرايح بتاع المحاضرة. على فكرة حل المشكلة بسيط جدا، أبسط مما حضرتك تتخيل، وهيبقى فيها عليها كده مفتاح سري بسيط جدا. مجرد ان حضرتك تعمله هيبقى فيه اتصال فعال مع اي حد، سواء جديد او ناس تكون تعرفهم في المحيط المحيط بيك من زمان. وهيبقى بدل ما يبقى فيه اتصال هيبقى اتصال وتواصل. وعشان كده انا كاتبه في الشريحه اتصال مش كاتبه تواصل. استاذه ساره في معهد حاسب الي ولغات في ترو دريم اكاديمي. تمام. مش بتعرف يا استاذ ماجد تاخد على الناس الجديده بسرعه. مش لازم تاخد عليهم بسرعه يا استاذ ماجد، هنقول هتعمل ايه عشان نفتح ما بينك وما بين الناس الجديده اتصال، فتقدر يعني تتصل معاهم ويكون اتصال فعال. استاذه منى بتقول عندي مشكله في الاتصال مع الطلاب المشاغبين داخل السكشن. استاذه منى حضرتك معيده او شغل اكاديمي مثلا، ولا بيبقى وايه نوع الطلبه يعني بنات واولاد، ولا بيبقى نوع واحد بس الاولاد هم اللي عاملين ولا البنات اللي عاملينات؟ حضرتك تقولي لي يا استاذه منى. تمام يا استاذ ماجد بيقول اعتقد ان الاتصال له علاقه بالشخصيه نفسها سواء اجتماعيه او انطوائيه. لا مش بتبقى شرط يا استاذ، في نسبه صح من الجمله اللي حضرتك كتبتها، لكن مش كل النسبه بتبقى، هو في علاقه بس علاقه مش كبيره زي ما حضرتك يعني فاكر. يعني هنقول ازاي المشكله دي حضرتك هتتغلب عليها ان شاء الله. اوعدك ان انت في خلال متابعتك للمحاضره وان انا في الاخر هديك حل بسيط جدا، حل بسيط. انا كنت بعتبر نفسي من ضمن الشخصيات اللي مش اجتماعيه وانطوائيه، والمفتاح بسيط قوي ان انا دلوقتي اي حد جديد لازم اكون عامله معاه علاقه، وعلاقه فعاله، اتصال فعال، حتى لو كان الاتصال ده لمده زمنيه قليله. بس احنا هنعرف ازاي نعمل اتصال فعال لمده زمنيه بسيطه، وبعد كده ندخل على التواصل الفعال اللي يمتد ل
مهما بعدت بينا الايام والمكان والبيئه وعد علينا زمن بنبقى في اتصال فعال. استاذه منا مدرس مساعد وغالبا الاولاد. هقول لحضرتك ازاي نحل المشكله دي، لان انا كنت برضو بدرس في جامعه فعارفه ازاي بيبقى صعب جدا، كنت يعني بيبقى في استكاشن بالذات والعملي، فازاي المشكله دي حضرتك هتتغلبي عليها. استاذ سامح، استاذ سامح البرج، تمام. استاذه خديجه المعلمه، الاتصال فعال يتوقف على قبول وفهم الاخر. ما شاء الله يا استاذه خديجه، انا بتشرف ان حضرتك حضرتي معايا المحاضره النهارده بصراحه. يعني استاذه سماح، انا اسفه برضو مش عارفه ليه بيقروها سامح. استاذه سماح بتقول، بصي كده يا استاذه سماح، ان الطلبه الاولاد في المرحله الاعداديه ومع الكثافه الكثيره في داخل الفصول. طبعا ده انت عندك مشكله، احنا مش هنسميها مشكله، احنا هنسميها حاجه بسيطه كده ونعديها ان شاء الله. الشرف ليا والله يا دكتوره خديجه، ربنا يكرمك يا رب، ربنا يكرمك. طيب نبتدي ان شاء الله. انا عرفت ان كل الاسئله اللي بتدور في اذهان الحضور دلوقتي، فهنبتدي نتكلم في كل مرحله ونشوف هنقدر نغطيها ازاي. احنا لو بصينا على السلايد اللي قدامنا دي، اسمها مقدمه في مهارات الاتصال الفعال. ايوه يا استاذ شريف، الاتصال الفعال ليه دخل ببيئه العمل، وكل هنتكلم والله في محيط الاسره ومحيط العمل، وهتكلم ازاي تتواصل نفسيا وفاعليا مع نفسك، لان ده مهم جدا. لان احنا لو اتصلنا اتصال فعال مع نفسنا بيقرب مردوده من النفس الى الخارج، فبيبتدي اثره يبان على محيط الاسره، الوالد والوالده والاخوات سواء بنات او اولاد، وبعد كده بيبتدي تاثيره ياخد من محيط الاسره، ياخد محيط الاقرباء، وبعد الاقارب او المحيط الاجتماعي ككل بندخل على الاصدقاء، ومن الاصدقاء بندخل برضو في الشارع والناس الغريبه ازاي نتعامل معاهم. هقول في الاخر انا عملت ايه في الناس اللي في الشارع وجابت معايا نتيجه حلوه جدا، وحسيت ان انا راضيه عن نفسي وان انا سعيده باللي انا عملته والتواصل اللي انا عملته، وهي بتبقى حاجه بسيطه جدا. يعني هنقول ايه هي، هتيجي في شريحه معينه كده، اول ما هنشوفها هنعرف ايه المفتاح السري للتواصل والاتصال الفعال، بدون كلام، بدون ما اعمل اي حاجه، بدون ما ارسل رساله ولا اي حاجه من انواع الاتصال غير هي بس دي، هي بس هتبقى حاجه بسيطه جدا في لغه الجسد. الشريحه عندي بتقول ان عشان اتصل اتصال فعال لازم يبقى عندي الانصات، اللباقه، التفاعل، السلوك، التوقيت، الاختيار. الانصات مهم جدا في عمليه الاتصال، واللباقه كذلك، وهما الاثنين بيكملوا بعض. انا شايف ان في علاقه بينهم جميله جدا. ازاي؟ يعني لما اجي مثلا ارسل رساله وانا مرسل هذه الرساله وبرسلها عبر مكان معين وتوقيت معين وزمن معين لمستقبل الرساله عبر قناه الاتصال او بيئه الاتصال، لازم اكون لابق في ارسال الرساله عشان تؤدي الغرض اللي انشئت من اجله. انا بعمل رساله عشان بوصل مفهوم معين، معنى معين، فكره معينه، محتوى معين عشان يستقبله المستقبل. لو انا نجحت في اني اكون منصت لو حب اللي قدامي يتكلم اولا، وفي الحاله دي هيكون هو المرسل في الاول وانا المستقبل، او ان انا في ما اجريش عمليه الاتصال واكون مرسل الا اذا استقبلت من قبل كده كلام من المستقبل. هي عمليه عكسيه وتبادليه في نفس الوقت. لازم اكون عندي لباقه. يعني ايه لباقه؟ يعني عايز اوصل حاجه معينه، انتقي الالفاظ والكلمات والتعبيرات الصحيحه اللي بتدل على المعنى نفسه بدون ما يتحمل المعنى ده اي تشويش او تدليس او كذب. يعني بوصله واضح وصريح، ولازم اخلي بالي ان يكون المعنى كما هو اللي انا قصده. ده طبعا بيبان جدا في عمليه التواصل، لان بيبان في غير الكلام. لو انا كنت بتكلم بطريقه غير لبقة بيبان برضو على ملامحي وعلى ايديا وعلى حركه عينيا وحركه الجسد ده كله. التفاعل، التفاعل مهم جدا في عمليه الاتصال، لازم اكون متفاعل سواء كنت مرسل او مستقبل. لو انا مرسل يبقى انا متفاعله جدا عشان انا ببعت رساله لهدف معين عشان اوصل حاجه معينه. ولو كنت مستقبل لازم اكون بستقبلها بتفاعليه اكتر وحماسه اكتر وحافزيه اكتر عشان ارد على المرسل اللي ارسل لي هذه الرساله.
الله يكرمك يا دكتور احمد، ربنا يكرمك، ربنا يوفقك يا رب. انا يعني شرف ليك، شرف ليا ان انا فعلا يعني حضرتك حضرت معايا هذه المحاضره. استاذه خديجه بتقول التفاعل يعني عدم السلبيه، بالظبط ان احنا نكون متفاعلين، لازم يبقى يكون في فعل ورد فعل، وهو يعني الايجابيه. وهنقول بعد كده في الوصايا ازاي ان انا اكون متصله في من المهارات ان انا يكون تواصل بايجابيه. سلوكي اثناء الاتصال لازم يكون اسلوب راقي، لازم يكون سلوكي راقي، ما يكونش فيه تدني في اختيار الالفاظ، ما يكونش سلوكي غير لائق وانا بتكلم مع الشخص اللي قدامي. لازم، لاني انا بحترم نفسي، وبدالي بحترم نفسي يبقى بحترم الاخرين. بحترم الاخرين ازاي؟ بان انا اكون وانا بتعامل معاهم سلوكي بيدل على عليا انا، على شخصيتي انا، فبالتبعيه بوصل رساله بفاعليه اكتر، وبتادي الغرض اللي انشات من اجله، وفي نفس الوقت باخد مردود جميل جدا من مستقبل الرساله. برضو اهم حاجه في مهارات الاتصال التوقيت بتاعها، ما ينفعش في اي وقت انا عايزه ارسل رساله لازم ابعتها، لا لازم انتقي التوقيت. والنقطه دي بالذات هي بتحل كتير جدا من المشاكل، وبخاصه في بالظبط سلوك غير مستفز فعلا يا استاذه خديجه، ان انا لان هو لو هو راقي هيبقى غير مستفز لان بيعبر عن نفسي. اشكرك جزيلا على هذه الاضافه. بالنسبه للتوقيت، التوقيت ان انا دي بتبقى مشكله اكتر، ان انا اختار التوقيت المناسب لبدء عمليه الاتصال حتى يكون فعال. دي الحاجه اللي معظم الاسئله اللي حضراتكم سالتموها، يعني ان قلتم ان هي بتقابلنا مشاكل في التواصل على اساس ان عندي مشكله في التعامل مع الناس الجديده، عندي مشكله في التعامل مع الطلبه اللي عندي، اختار التوقيت اللي ابتدي فيه عمليه الاتصال. طبعا يعني في ناس بتبقى موجوده في مكان محدده بزمان ومكان زي استاذه ساره او دكتوره ساره، ولكن بيبقى في توقيت لعمليه التوجيه وعمليه الاتصال. ابتدي اشوف اللي قدامي، لان لازم اختار التوقيت اللي هيبتدي مستقبل الرساله اللي انا برسلها يتقبل مني النصح والارشاد، والرساله اللي انا هرسلها ولا لا. الاختيار، اختيار يعني بتبقى مش هقدر احكمها قوي، لان انا لست يعني عندي الحريه الكافيه ان انا اختار كل الناس اللي هتعامل معاهم واتصل معاهم اتصال فعال. انا بقابل ناس كتيره جدا في الشغل، انا بقابل ناس كتيره جدا في الشارع، انا بروح بيئات مختلفه، بروح ندوات، بروح محاضرات، بشوف انماط غريبه جدا وشخصيات غريبه جدا من الناس. طب انا مش معقول هختار. الذكاء والمرونه والاصاله ان نختار الاشخاص اللي نبتدي بينهم نعمل عمليه اتصال فعال، وبعد كده نذهب الى الاخرين. تاكد ان انت اول ما بتيجي عمليه الاتصال تبتدي تبقى عند حضرتك مهاره، وهنعرف يعني ايه ليه مهاره. هيبتدي العمليه انت نفسك مش هتبص لعمليه الاختيار، لان كل الناس هتقدر تتعامل معاهم وتتواصل معاهم بكل فعاليه. شوف الشريحه اللي بعد كده يا جماعه. طبعا المهارات الاتصال او الفعال دي من احدى مجالات التنميه البشريه. مجالات التنميه البشريه بتبقى في تطوير الذات ومهارات الاتصال والاداره والقياده. طبعا طب تحت كل نقطه من النقط دي في حاجات كتيره جدا، ورابع حاجه علوم الطاقه. تطوير الذات هناخد بس فكره بسيطه عشان طبعا وقت المحاضره. تطوير الذات ازاي انمي ذاتي، ازاي احسن من طريقتي، من اسلوبي، من حياتي، ازاي اعيش حياه ممتعه وانا في نفس الوقت ما بغضبش ربنا وبرضي ربي. دي معادله صعبه جدا. احنا ربنا خلقنا في الحياه لمهمه معينه، ف لازم نكون قد المهمه اللي ربنا ادهانا دي بتطوير الذات. الدنيا بتتغير، الزمن بيتغير، انا بكبر مش بصغر، انا الوقت بيمر عليا، وكل ما الوقت بيمر عليا انا بيعدي مش بيرجع تاني، فلازم اطور من ذاتي واحقق كياني واحقق نفسي واسعد نفسي واسعد اللي حواليا. طبعا في الاول والاخر ارضاء ربي، لان ده المنى الاكبر او الامنيه اللي كل الناس المفروض ان هي بتطور نفسها عشانها. طبعا المجال التاني الاتصال الفعال، عشان احنا بني ادمين وكلنا طبعا مش بنقدر نعيش لوحدنا، كلنا عايشين مع اشخاص تانيين، وطبعا لازم نعرف ان ما حدش زي حد خالص، كل الناس مختلفة عن بعض، حتى اللي عايشين في نفس البيت، حتى الزوج والزوجة، ده لازم يكون في اختلاف. البيئات مختلفة، الاعمار مختلفة، المستوى الثقافي والاجتماعي والمادي، كل حاجة دي بتبقى مختلفة، ما حدش زي حد خالص، ربنا خلق كل واحد زي نفسه. ودي بالظبط يا استاذه خديجه اللي كل مقام المقال. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. مهارات الاتصال دي لو احنا قدرنا ان احنا نفعلها
اكتر، وهي على فكره محتاجه صبر شويه ان احنا نوصل لاتصال فعال، هنقضي على كل المشاكل اللي احنا بنقابلها في حياتنا، وبالذات المشاكل الاجتماعيه اللي ابتدت تظهر في الوقت الحالي، وهي مشكلات الانفصال والطلاق، والاطفال اللي بيبقوا غير سويين نفسيا بعد عمليه الانفصال او الطلاق. لو الزوج والزوجه ابتدوا يتصلوا اتصال فعال بينهم وبين بعض، وفي تفهم للاخر وتقبل لاختلافاته ونوعه واختلاف المستوى زي ما قلنا الثقافي والاجتماعي، ده اكيد بمهارات التواصل دي او الاتصال كل المشاكل دي هتتحل، لان هيبقى عندنا صدر رحب لتقبل اي مشكله ومعالجتها. ودي احدى قوى البشر، ان اقدر اتعامل بفاعليه وبصبر مع الطرف الاخر، بحيث ان انا ما احسش ان انا الطرف الضعيف ده، على العكس انا دلوقتي طرف قوي، لاني مش هنقول ان انا مسيطره على الموقف، ولكن هقول ان انا قدرت اتصل اتصال فعال بالشخص اللي قدامي، وابتديت اتفاعل معاه، وابتديت سلوكي يتنقل له، فممكن هو يقلد سلوكي الكويس فيه في حياته. دي حاجه. الحاجه التانيه بقدر اتفهمه لما انصت اليه واشوفه ايه المشكله اللي بيعاني منها، ودي خاصه مع السيدات، لان الزوج بيبقى ما عندوش الوقت الكافي ان هو ينصت لزوجته، او ما بيهتمش قوي بان هو يستمع لها، وده اللي بيعمل المشكله الكبيره جدا في المجتمع. لو اجاد كل طرف من الطرفين هما الاثنين عليهم نفس المسؤوليه، مهارات الاتصال هنحل مشاكل كتيره جدا. وطبعا طبعا يعني تباعا هتبقى الاتصال ده الفعال هينعكس على الاولاد، لان طبعا الاولاد لو عاشوا في بيئه مستقره وهاديه وبينها تفاهم بين الاب والام، في كلام، في مناقشات، في ان احنا نوصل للراي السليم، مع عدم الضغط على حد، مع عدم ان احنا نتحكم في حد، فالاولاد بيطلعوا يعني اشخاص بيبقوا على قدر كبير جدا من الكفاءه والمهاره والالتزام، وان هم يعيشوا حياه كويسه بعيده عن المشكلات، وفي نفس الوقت بيبقوا نافعين طبعا لنفسهم ولبلدهم والوطنهم، يعني ان شاء الله باذن الله. ثالث حاجه من مجالات الاتصال في مجال التنميه البشريه، الاداره والقياده. الاداره والقياده، الاداره دي بتبقى يعني اداره موارد بشريه، يعني بيبقى في مكان كبير جدا، في عدد كبير جدا. استاذه سماح الشرائح مش ظاهره عندها. طب كل الناس عندها الشرائح ظاهره يا جماعه؟ تمام استاذه خديجه، تمام استاذه ساره، ايوه استاذه، تمام يا استاذه سماح، هيبقى عند حضرتك المشكله في الكمبيوتر بتاع حضرتك، اعملي ريفرش فعلا للصفحه، تمام، وحملي من تاني وادخلي على لينك الصفحه من جديد، تمام يا ستي، ان شاء الله كده تتواصلي معانا قريبا، يعني بعد عمل ريفرش للصفحه. بالنسبه للاداره والقياده، الاداره لما يكون في مكان فيه عدد كبير جدا من الناس، الموارد البشريه، الناس بشر كتير جدا، وهم كانوا مش طبعا مختلفين عن بعض، ففي بيعملوا كورسات ومجالات اخرى من مجالات التنميه البشريه، عمل كورسات لاداره الموارد البشريه، كيف نتفاعل مع بعض، كيف احنا نشتغل مع بعض، نحقق اهداف المؤسسه اللي احنا بنديرها، ومع تحقيق اكبر قدر من الارباح واقل عدد من الخسائر، على حسب الخسائر الماديه او خسائر بشريه. القياده من اهم مجالات التنميه البشريه، ان كيف تعد قائدا مبدعا ومتميزا يقود مجموعه من الناس لهدف معين، او انه يحقق حاجه معينه. وطبعا دي بنلاقيها في العمليات العسكريه، في الزعماء، طبعا في فرق ما بين القياده والزعامه. انا حابه ان انا اتكلم على النقطه دي، القياده ان تقود مجموعه من الناس وانت معهم. دي حاجه جميله جدا انك تكون قائد، بتنقل افكارك لمجموعه من الناس بيؤمنوا بيها، وبعد ما بيؤمنوا بيها بيبتدي التفاعل وبينفذوا اللي حضرتك بتقول عليه. لكن الزعامه أن تقود مجموعة من الناس وتنقل إليهم أفكارك ومعانيك، وبعد ذلك حتى بعد أن ترحلوا عن الحياة خالص، أو أنت لو أنت مش موجود معاهم، فبيظل كلماتك حتى لو مش عارفين هم مين اللي قال الكلمات دي، أن أنت بتبقى جواهم متأثرة فيهم، لأن الكلام بيأثر، الكلام بيعلم جامد، فلازم الكلام يبقى طالع من القلب قوي وصادق قوي عشان يوصل قوي.
علوم الطاقة وهي علم الميتافيزيقيا، وده علم من مجالات التنمية البشرية، بيتكلم عن إن كل جزء فيه من أجزاء الجسم بيبقى له مركز طاقة معين، بيشع طاقة معينة، وده بيبقى مجال للي يحب إن هو يبتدي يتواصل فيه في مجالات التنمية البشرية. طبعا المجال واسع وكبير جدا، ولكن عشان وقت المحاضرة بعض الأسئلة التي يجب أن نجيب عليها: ما هي المهارة وكيف تكتسب؟ حد عارف يعني ايه يا جماعة مهارة؟ يعني ايه مهارة؟ أستاذ كريم بيقول: هل معنى كده أن الزعامة أكثر تأثيرا من القيادة؟ أنا في وجهة نظري الشخصية مستر كريم إن الزعامة أكثر تأثيرا، لأنها بتفضل بعد رحيل الشخص ورحيله عن الحياة. زي حضرتك لو شفت زعيم زي غاندي، كان زعيم وما زال حتى الآن أفكاره وكل اللي كان بيكتبه الناس بيتداولوه، مع ان هم عارفين ان غاندي اللي قاله، لكن في ناس زعماء تانيين قالوا كلام وابدعوا فيه وقادوا امم وغيروا مصير امم. يعني في ناس كانت من العدم الى من العدم، يعني من لا شيء لشيء بالزعامه. والقياده ايضا لها، ما نقدرش اننا نقول ان القياده ليها ابداعها ولها تفكيرها ولها تاثيرها الفظيع. يعني القائد ده حاجه كبيره جدا، ولكن لما حضرتك غير مطالب ان كل واحد بني ادم فعندنا يبقى عندنا قائد. لو كل الناس بقوا قادة يبقى مش عارف هنقول ايه بقى، يعني كله هيقود بعضه وكله هيبتدي يبقى فيه دي قناعات سلبية وهيبقى فيه حاجات سلمية ما بينهم وبين بعض عشان كل واحد يفرض رأيه. أستاذة سارة بتقول: قدرات، من أين تأتي القدرة يا أستاذة سارة؟ عندي مقولات تردد وتقول لك انه لو ليس لا لا الاعتذار لحضرتك يا استاذ كريم. غاندي تاثيره ما زال حتى الان في بلده الهند، وما زال مقولاته بتردد وتقال، وانا من اشد الناس اللي ما بحس ان انا محتاجه تحفيز بقرا حاجات لغاندي، لان بحس فعلا ان هو زعيم على حق. كان بيهتم لا كان بيهتم بالملبس، وكانت سجن وتعذب كتير جدا، ولغايه كان يعني كان ملبسه فقير جدا، ما كانش حد يعرف ان هو كان خريج اعرق جامعه اكسفورد، ولكنه اثر في الناس. مع احترامي لحضرتك انا بختلف مع حضرتك في الراي. استاذ شريف، بس هم استاذ شريف شايفين كل الشرايح، انا مش عارفه، اكيد المشكله في الكمبيوتر عند حضرتك، في يعني عملت ريفريش ولسه مش موجوده. طب حضرتك اعمل ريفريش تاني يا استاذ شريف. على المهم هي لا ان شاء الله المحاضره هتكون مسجله باذن الله، ممكن حضرتك تتواصل وتاخد المحاضره باذن الله ان شاء الله. استاذه ساره بتقول: من داخل الانسان المهاره، ما هي من داخل، ما هو الانسان اللي بيفعلها، بس كيف يفعلها؟ عندنا برضو انا بعمل مقولات وبسلم. استاذه سماح، يعني ده رايي شخصي، انا بقول مثال، طبعا في امثله كتير. اوكي، مفيش مشكله، الاختلاف لا يفسد للود قضية يا مستر كريم. طيب، احنا هنقول المهارة ايه وكيف تكتسب، وما هو الاتصال عشان الوقت، ولماذا يكون فعال، ومتى يكون فعال، ليه لازم يكون فعال، وامتى يكون فعال، وليه بنتصل مع بعضنا البعض. طبعا عندي نبذة ليه بنتصل مع بعضنا البعض، لان طبعا الانسان كائن اجتماعي وما يقدرش يعيش لوحده، وما هي مواقات الاتصال. وهزود حاجه اضافه ليا انا: الوصايا الماسيه للاتصال الفعال، لو عملناها ان شاء الله باذن الله هيكون في اتصال فعال بيننا وبين الاخرين. استاذ ماجد بيقول: المهاره انجاز شيء معين بكفاءه، تميزي في عمل معين. استاذه سماح هنقول هو مش تميز في حاجه معينه، ممكن حضرتك تكتسب مهارات كتيره جدا في اي حاجه، مش حاجة معينة بس. انت حضرتك ليك القدرة ان انت تكتسبي بالظبط. المهارة هي قدرة الفرد على اداء وانجاز العمل. تمام يا استاذة خديجة. هنشوف كده مدرج التعلم لاكتساب اي مهارة. اي مهارة يا جماعة بتكتسب في خلال 21 يوم اذا تم المداومة على عمل هذا العمل بفاعلية وبثقة ان انا هتميز فيه وان انا هكتسب فيه المهارة. في اربع مراحل بالظبط يا استاذه خديجه، فعلا المهاره بعضها فطري والاخر مكتسب، ولكن انا هتكلم في مرحله واحده وهي المكتسبه من البيئه.
عشان اتعلم اي مهاره بمر باربع مراحل. اول مرحله اسمها مرحله، هنقراهم مع بعض وبعد كده هفسر كل واحده لوحدها بتعني ايه وهدي عليها مثال. اول حاجه مرحله عدم الوعي وعدم المهاره، تاني حاجه مرحله وعي وعدم مهاره، تالت حاجه مرحله وعي ومهاره، واخر حاجه مرحله عدم وعي ومهاره. ايه الكلام اللي قدامي دلوقتي على الشريحه؟ انا يعني اكتسب المهاره ازاي؟ نفرض مثلا ان حضرتك عايز بتفكر ان انت تشتري عربيه جديده، انت حضرتك ما اتعلمتش السواقه قبل كده وما اصلكش سوقت عربيه، يبقى حضرتك في اول مرحله وهي مرحله عدم الوعي وعدم المهاره. انت لا تعي ما هي اجزاء السياره وما هو الدركسيون واين الفرامل وكيف تقرا عداد البنزين، بيقول لك انت قدامك وقود قد ايه والاستاذ قد لك قد ايه، والمرايات اللي موجوده عند حضرتك في العربيه دول بيعملوا ايه، كله المرايه اللي قدامك والمرايه اللي على يمينك وعلى شمالك دول بيعملوا ايه. يبقى حضرتك عندك عدم وعي باجزاء السياره وكيفيه القياده وعدم المهاره، لان انت لم تمارسها حتى الان هذه العمليه، عمليه القياده. بعد كده بتدخل في مرحله الوعي وعدم المهاره، تيجي تقعد تدخل العربيه وتقفل الباب وتشوف المرايات دي وظيفتها كذا، ده الدركسيون اهوت، ده بيسوق، ده بدوس بنزين. يبقى انا دخلت في مرحله الوعي ولكني لم اكتسب بعد كده برضو المهاره التي تؤهلني لقياده السياره. ثالث مرحله، مرحله الوعي والمهاره، خلاص بالتكرار ابتديت توصل لمرحله عارفه العربيه بكل اجزائها بكل انمطها بكل مشاكلها، واكتسبت المهاره لاني بسوق كل يوم، فالتكرار اللي عندي اكسبني المهاره. خلاص انا برمكت دلوقتي وبقى عندي الوعي والمهاره، دخلت في المرحله الاخيره وهي مرحله عدم الوعي والمهاره، اكتسبت المهاره لاكتساب للقياده ولكن ممكن اسوق وانا مغمض. في ناس بتسوق وهي مغمضه، في ناس بتبقى عندها قدره على تحديد المسافه، امتى تفرمل، امتى تحود، امتى لما يكون في مشكله في اثناء الطريق ان هي تدخل من اماكن تانية، لان هي اكتسبت المهاره الكافيه وبقى بينها زي ما بيقولوا يعني عشت عمر بينها وبين العربية، فبقى عندها المهارة الكافية لقيادتها حتى لو هو عقلها مش باعي اللي هي بتقود ازاي. هنيجي بعد كده لأجمل شريحة وهي أجمل اتصال وتواصل فعال لكل البشر. حد يقول لي يعني الشريحة دي الصورة دي بتدل على ايه؟ انت أول ما شفتها كده حسيت بإيه؟ استاذ سماح بتقولي العين، العين بتعمل ايه؟ بتبص وهي ايه؟ حد تاني كده يا جماعه شارك؟ الابتسامه. اشكرك يا استاذ ماجد. استاذه خديجه، معلمتي خديجه تقول التواصل بالنظر. تمام، في تواصل فعلا بالنظر لان العين في لغه الجسد من اهم العمليات اللي بتتم بها عمليه التواصل. مستر كريم بيقول لي ابتسامة، أستاذة سارة أو دكتورة سارة بتقول التفاؤل أو كلام العيون. يا جماعة أجمل اتصال وتواصل فعال لكل البشر لكل الفئات لكل الأعمار لكل الناس اللي مش بيتكلموا اللغة بتاعتي هي الابتسامة. الابتسامة هي مفتاح القلوب، أول حاجة في مهارات الاتصال الفعال الابتسامة، لأن الابتسامة دي أول ما بتبتسم خلاص وشي بشوش بتطلع الحاجة الحلوة اللي جواك، بتستقبل. لو انت بترسل رسالة قبل ما بترسلها وانت بتستقبل المستقبل او بتبص له وهتدي له الكلام اللي انت عايز تاخد منه توصله له، في نفس الوقت تاخد منه المردود اللي هو هنعرف بعد كده اللي هي التغذية الراجعة في نموذج مكونات الاتصال. خلاص انا عندي دلوقتي العملية، انا هتواصل بمنتهى السلاسة والبساطة والفاعلية مع الشخص اللي قدامي بمجرد ان انا ابتسمت ليه. الابتسامة دي يا أستاذ ماجد مش لازم أكون حضرتك بتقول أنا عندي مشكلة في التواصل مع الناس الجديدة، حضرتك لو ابتسمت معاهم تأكد إن أنت هتواصل بنسبة 50-60% تواصل فعال، وفي نفس الوقت مش لازم حضرتك تستمر معاهم في عملية التواصل إذا أردت ذلك. فدي حل للمشكلة اللي عند حضرتك يا أستاذ ماجد. نشوف كده بعد كده ما هو مفهوم الاتصال. مفهوم الاتصال ما بين الاتصال الفعال وعدم القرار. يعني لو انا عايز اتصل اتصال فعال او مش عايز، هو قراري اولا واخيرا، انا اللي بقرر امتى اتصل وازاي اتصل ومين الشخص اللي هتصل بيه ومين
جزاك الله خيرا يا استاذ مجد. وهتصل بيه ازاي؟ فما بين الاتصال الفعال وعدمه هو قرار، وقرار قرار حضرتك او حضرتك، مش قرار اي حد تاني. انا عايزه الشريحه دي نقف قدامها شويه ونتكلم على ازاي قرار. هو قراري، قراري انا، لان انا اللي ببقى مسؤول عن اتصالي الاول مع ذاتي. طب ازاي اتصل اتصال فعليا مع ذاتي؟ حد ممكن يقول لي ازاي بنتصل اتصالا فعليا مع الذات او مع النفس الداخليه؟ في حد يحب يقول كيف اتصل اتصالا فعالا مع نفسي؟ التعرف وفهم الذات طبعا يا استاذه خديجه. كيف اتعرف على نفسي؟ تمام، اكون صريحه مع نفسي زياده، مش زياده ولكن هنكون بوضوح يا استاذه ساره. اعرف ما لي وما علي، واكون يعني اعرف ايجابياتي واركز عليها كويس جدا، واعرف سلبياتي واحاول ان انا اعدل منها حتى تتحول الى عادات وسلوك ايجابي. الضمير، لا ما احنا ممكن يكون عندنا ضمير يا استاذه مريم ونفضل نجلد نفسنا بيه وما نتصلش اتصال فعال لا مع نفسنا ولا مع اللي حوالينا. استاذه ميسه هلا فيكي. من خلال الفهم والصدق، فهم النفس يعني والصدق معها. اشكرك يا استاذه ميسه، اشكرك فعلا. كيف تفهم ذاتك وكيف تكون صادقا معها؟ واحدد هدفي. استاذه خديجه جزاك الله كل خير، شكرا ليكي، جزاك الله خيرا يا استاذه ميسه. فعلا انا عشان اتواصل مع نفسي لازم اكون فاهمه نفسي كويس جدا، بقعد احاسب نفسي انا عملت حاجه كويسه، ان انا راضيه عنه داخليا، وبيتدخل فيها بقى هنا الضمير يا استاذه مريم. وبعد ذلك ابتدي اشوف العادات اللي انا بعملها كويسه واركز عليها واكتسبها. واهم حاجه زي ما قالت استاذه خديجه، احدد هدفي انا عايزه اوصل لايه. محدش يا جماعه بيحدد هدفه بدون الورقه والقلم، لابد ان تحدد اهدافك بالورقه والقلم، ولابد ان تكتب خطه حياتك ورؤيتك ورسالتك، ودي طبعا محاضره تانيه خالص، بالقلم. تاكد كل ما تسطره في كراستك او كتابك سياتي يوما من الايام وستنفذه، حتى لو انت كنت كاتبه وانت غير مقتنع به اقتناعا كاملا. وهذه عن تجربه شخصيه. دايما الورقه والقلم ما يفرقوناش، دايما اما اجي احاسب نفسي انا بحاسب نفسي جوايا، بفهم نفسي جوايا، ولكني لابد من الورقه والقلم، اخرج ما اريد ان اخرجه. كل حاجه اللي مضايقني، اللي مفرحني، موقف تعرضت ليه، موقف انجزت فيه وابليت فيه بلاء حسن. دايما باخد الحاجات الايجابيه تخليني حافز لقدام وتخليني احدد هدف اكتر فعاليه. بالظبط، الحوار الداخلي مع النفس يا استاذه مريم، بس ما يكونش حوار بايه يعني، ما ياخدش مننا وقت كبير اكتر من اللازم، بحيث ان هو يعيقنا على الاتصال مع الاخرين. يبقى الحوار معتدل، كل يوم بكلم نفسي وبتحاور مع نفسي، ولا بد من الورقه والقلم لكتابه رسالاتي ورؤيتي في الحياه وماذا اريد ان اصل اليه واحدد اهدافي في الحياه. اذا وصلت الى هذا المفتاح في نفسي فقد اتصلت مع اتصال فعال. ولو انا اتصلت اتصال فعال، انا كل يوم بيمر عليا، كل يوم بيمر عليا لابد ان انجز عملا بتميز، لابد ان اكون ان يكون نابعا من نفسي. وعشان احس بمردود هذا التميز لابد ان اكون متواصله اتصالا فاعليا مع الاخرين. واول اتصال فعال مع الاخرين بعد نفسي هو من خلال، لو انا متزوج يبقى مع زوجتي، والعكس صحيح، لو هي متزوجه يبقى مع زوجها، ثم بعد ذلك مع اولادها. الناس مش متزوجين مع الوالد والوالده. طبعا احنا عارفين اختلاف استاذه مريم بتقول طيب ايه فايده اني اكتب يا دكتور؟ هقول لحضرتك يا استاذه مريم، حضرتك بتكتبي في الورقه كل ما يدور في نفسك، بيجي وقت من الاوقات ده متبرمج عندك في العقل الباطن، بعد كده بيبتدي يدخل في ملف من ملفات العقل الباطن، ثم تتهيأ له السبل والطرق، وربما نقول الفرصة والحظ في بعض الأحيان، حتى يتحول ما تسطريه من كلمات إلى أفعال. وهذه عن تجربة شخصية. ما كتبت حاجة ولا قلت حاجة وكانت بعيدة عني خالص، أو قلتها إلا ما تحقق في يوم من الأيام، الحمد لله والشكر لله. فهجربي حضرتك إنك تكتبي أنا عايزة أبقى كذا، أنا عايزة أحقق كذا،
واتركي الورقة والقلم وتفحصي الكلام اللي انت كتبتيه من وقت للتاني، بص عليه بس، اقرأيه بس، حتى لو هتتعجبي انت كتبتيه ازاي. ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله تعالى سوف يتحول الى افعال، وانا ان شاء الله واثقة من هذا الكلام. ان شاء الله هيبقى في بينا تواصل، هتقولي لي انت كتبت ايه ووصلت لايه بإذن الله، واتمنى لك كل توفيق يا استاذة مريم. نرجع بالنسبة للاتصال، في بالنسبة للأب والأم، طبعا اختلاف الأجيال واختلاف السن بيخلي فيه فجوة كبيرة جدا بيننا وبين الأب والأم، يعني اللي بيبقوا عايشين في بيت واحد بيبقوا مش قادرين يتواصلوا مع بعض. لو هو طالب في الجامعة بيبقى مش قادر يتواصل مع الأب والأم، حاسس إن هما بعيد عنه، بابا بيشخط فيه دايما، بابا مش راضي عن أي تصرف هو بيعمله، ومامته يعني لا بتسمعه ولا بتتقبله ولا حاجة، هي يا دوب بس كده بيدخل البيت عشان ياكل ويستريح وانتهت المواضيع. وبنلاقي حاجة غريبة جدا في الناس عايشين في بيت واحد وكل واحد بياكل في وقت معين وبيتكلم مش مع الآخرين وكل واحد قاعد في مكان، يعني تلاقي مثلا ربة المنزل قاعدة في البيت في المطبخ أكتر وقتها في المطبخ، الزوج ممكن يكون قاعد في الصاله في الانتريه بيعمل بيتفرج على التلفزيون او بيتفرج على ماتش، الاولاد كل واحد فيهم حتى لو هم بيجمعهم نفس الحجره الا ان كل واحد فيهم لهم الميول والاعتقادات والافعال اللي بيفعلوها، اللي بيكلم صاحبه في التليفون، اللي قاعده على الشات والفيسبوك، اللي بي 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 يعني في مكان تاني غير الحجرة سرحة مع أفكارها ومع نفسها، مفيش تواصل نهائي ما بين الأفراد في محيط الأسرة لأن هم من أجيال مختلفة ما عندهمش حاجة في مفهوم الاتصال وهو التقبل، كيف تتقبل الآخرين وكيف تأخذ الاستفادة المرجوة من عملية الاتصال، وإزاي أنا أبتدي لما أفهمه وأنصت إليه إزاي أبتدي أتفاعل معاه. المشكلة كلها محتاجة إن أنا يبقى عندي بس شوية صبر، وعلى فكرة الصبر والمصابرة والإنصات في عملية إن أنا أتلقى الرسالة وإن أنا أستمع إليها دي بتديني خبرة كبيرة جدا للعمل للاتصال الفعال مع الآخرين. إذا اتصلت اتصال فعليا قلت مع نفسي يبقى أنا هتصل اتصالا فعليا، هخرج اللي جوايا، هيبقى على أسرتي، هيبقى بعد كده على محيط الاجتماعي، هكون علاقات كويسه جدا مع اقاربي، مش هيبقى فيه قطيعه، هيبقى فيه صله رحم، يبقى انا دلوقتي اخدت حسناته وايه بالظبط. استاذه ميسه بتقول من اقوال علي رضي الله عنه: لا تربوا اولادكم كما تربيتم فقد خلقوا لزمان غير زمانكم. اشكرك جزيلا يا استاذه ميسه على هذه المقوله لسيدنا علي رضي الله عنه، فعلا لازم نكون مواكبين للعصر اللي احنا عايشين فيه، مع الاحتفاظ بقيمنا وديننا وان احنا نحط الهدف الرئيسي ارضاء ربي. اذا حطيت الهدف ده انا احبك يا الله واحب ان ارضيك بما ان اتبع ما امرتني ان اتبعه واتجنب ما اردتني ان اتجنبه لانال رضاك في الحياه الدنيا وفي الاخره، تاكدوا ان احنا هنتواصل بمنتهى السهوله والبساطه، وكل ما تواصل وكل ما اتكلم وكل ما اضحك وابتسم في وشي اللي قدامي انا باخد حسنات. لو انا ماشيه في الشارع ولقيت سيده انا ما اعرفهاش وعايزه تركب الميكروباص وسعت لها بس طريق وابتسمت لها فقد ربنا اجرني واعطاني حسن عليها. اذا تبسمت في وجه ابي، في وجه امي، في وجه اخوتي، كل ده بسمه. طبعا تبسم الرجل في وجه يعني زوجته ده مش دليل الضعف، ده منتهى القوه ان هو بيتبسم. بالظبط، تبسمك في وجه اخيك صدقه، فحضرتك بتاخدي حسنات وصدقات طول ما حضرتك ماشيه. تخيلي بقى، يعني انا كل يوم الصبح بقوم انزل الشغل، عندي طبعا مشاكل في الشغل، ممكن اكون في اتصال ولكنه مع غير فعال مع بقى. لكني كل تركيزي في اليوم ان اكتسب حسنات، كل يوم لازم اكتسب الحسنات، فيما بعد هبتدي حاسب نفسي الحسنات والصدقه اللي انا عملتها دي هل بتغطي او الحسنات دي بتغطي على الذنوب اللي انا اذنبتها في حياتي او في يومي. دي حاجه مرحله من مراحل تطوير الذات وتنميه الذات للافضل. الابتسامه كلمه طيبه، بالظبط هي المفتاح السحري يا استاذه امل، المفتاح السحري لفتح القلوب وبدء عمليه التواصل الفعال. بالظبط، اكثر تعبيرا وتاثيرا طبعا، لان في ناس كتيره جدا بيبقى لغاتهم غير، يعني في ناس بتتكلم عربي، في ناس بتتكلم انجليزي، في ناس بتتكلم فرنساوي، ولكني مجرد ان الابتسامه مش ملهاش لغه، هي لغه واحده، هي لغه الوجه، هي لغه العينين،
هي كل وش بينطق بكل الجمال، يعني جمال الاتصال في الابتسامة، فإن هي من غير كلام خالص وأشد تأثيرا وفاعلية من الكلام. يبقى ما بين الاتصال الفعال وعدمه هو قرار حضرتك لوحدك. مما تتكون عملية الاتصال؟ أنا حبيت أجيب الدراسة دي لأن أكتر الناس بيبقوا فاكرين إن عملية التواصل بتبقى عن طريق الكلام، يعني إذا كنت بتكلم يبقى أنا دلوقتي اتصلت وعملية اتصال، لكن قالوا إن في دراسة أجريت في إنجلترا سنة 1971 بيقيسوا مدى تأثير مختلف وسائل الاتصال على عملية الاتصال، فلقوا إن الاتصال اللفظي وهي عملية الكلام عبارة بتاخد 7% فقط من تأثيرها في عملية من وسائل الاتصال، يعني 7% بس كلام، وال 93% اتصال غير لفظي بيشمل حاجتين، الصوت 38%، نبرة الصوت وحدة الصوت وشدة الصوت والحماسة اللي جاية مع الصوت، زي ما أنا بتواصل مع حضراتكم دلوقتي أنا بعتمد على ال 38% بتوع الصوت لأن حضراتكم مش بتشوفوني، فيبقى الاتصال هو لفظي ولكن عبر الصوت لأن حضراتكم مش شايفيني وجها لوجه. لغة الجسد بتكون في الدراسة حوالي 55% من تأثير مختلف وسائل الاتصال على العملية نفسها. لغة الجسد اللي هي أول ما ابتدي أعمل عملية اتصال وبتكلم وصوتي بيطلع وبرسل رسالة، يبقى دلوقتي حركة عينيا، حركة وشي، وقفتي نفسها، المسافة اللي بيني وبين المتلقي للرسالة ليها بيبقى فيه مسافة معينة لازم تكون بيني وبين اللي بتلقى مني رسالة أو إن أنا بستقبل رسالة معينة ما بينهم هما الاتنين، حركة إيدي، كل الحاجات دي بتبقى عبارة عن لغة الجسد، وهي بتكون 55% في يعني في الدراسة اللي موجودة قدام حضراتكم دي. يبقى معنى كده إن الاتصال غير اللفظي هو بيشمل أو بيبقى 93%، والاتصال غير اللفظي أسفل، الاتصال اللفظي 7% والاتصال غير اللفظي بيبقى 93%. فأكتر عمليات اتصال بتتم عن طريق عملية الكلام أو الحوار، ولكنها لا تشكل إلا 7% فقط من عملية الاتصال. ده نموذج بسيط قوي لعملية الاتصال، هنعرف إن هي بتبقى عبارة عن المرسل، وهنقول تعريف لكل واحد فيهم. تاني حاجة المستقبل اللي بيستقبل الرسالة، تالت حاجة قناة الاتصال برسلها إزاي، تاني حاجة رابع حاجة الرسالة، وخامس حاجة وهي الأخيرة وهي التغذية الرجعة، وهو مفهوم ممكن يكون البعض يتساءلوا هو ايه، هنقول عليه دلوقتي ان شاء الله تعريف. الصوره اللي قدامنا دي بتبين واحد واقف بيلعب زي بازل، عنده حاجات كتيره قوي ومش عارف يرتبها، رتب جزء في بعض القطع متناثره حواليه وهو محتار. ده بنشبهها بالراجل اللي عايز يرسل رساله معينه، طبعا مع وجود المستقبل ولكنها صوره تعبيريه يعني ولكنها ليست حقيقيه. هيرسل ازاي؟ يبقى هو ده الكلام اللي هيرسله، هيرسله ازاي وفي اي قناة وايه المحتوى بتاع الرسالة وهياخد عليها ازاي تغذية رجع. نعرف تعريف كل واحدة فيهم. ما هي الرسالة؟ الرسالة هي الموضوع او المحتوى، سواء افكار او معنى بيدور في دماغ المرسل فكرة معينة او معنى معين، المرسل ده عايز ينقلها للي هيستقبل منه رسالة، يبقى الرسالة هي الموضوع أو المحتوى سواء فك أفكار أو معاني الذي يريد المرسل أن ينقله إلى المستقبل. طيب هي دي الرسالة، الموضوع ومحتوى. طب إيه من فين المرسل؟ المرسل يبقى شخص، يبقى بني آدم، هو مصدر الرسالة لأن هو اللي هيقول الكلام بتاع الرسالة سواء باتصال لفظي أو غير لفظي، وهو الشخص الذي يبدأ بعملية الاتصال، هو الفعل اللي هيبتدي بيها لأنه يريد إرسال موضوع أو محتوى للمستقبل. يبقى دي رسالة ومستقبل، كل واحد فيهم التعريف بتاعه. ما هو المستقبل؟ هو الجهة. ليه جهة؟ لأن أنا ممكن فرد واحد يرسل رسالة إلى جهة معينة أو شركة معينة أو عدد أكثر من واحد من الأفراد، يعني في نموذج اتصال أحادي ما بين شخص وشخص، في نموذج بيبقى غير أحادي ما بين شخص وأشخاص. فالمستقبل هنا ممكن يكون جهة معينة بيبقى عدد من الأشخاص أو شخص واحد بس هو اللي بوجه له الرسالة دي، المرسل بيوجه له الرسالة ويستقبلها من خلال أحد أو كل حواسه، هو بيستقبلها وبيستقبلها من المرسل. ما هي بيئة الاتصال؟ بيئة الاتصال اللي هي المكان والزمان اللي بتتم فيه عملية الاتصال، وهنعرف يعني المكان طبعا بيختلف،
ممكن المكان يبقى في الشغل، في الشارع، في البيت، في محيط الأسرة، في أي مكان من أماكن بيئة الاتصال، والزمان بيختلف باختلاف الزمن واليوم والشهر والسنة. الحاجات دي ممكن تكون بالنسبة لنا يعني وصلنا إلى مفهوم أكثر ليها، ولكن ما هي التغذية الراجعة؟ التغذية الراجعة من أهم مكونات ونماذج الاتصال الفعال. لابد أن يرسل المرسل رسالة ويستقبلها المستقبل بفاعلية، ولابد أن يعود تأثير كل منهما على الآخر. يعني إيه؟ وهي نسميها التغذية الراجعة، يعني هي إعادة إرسال الرسالة من المستقبل إلى المرسل واستلامه لها وتأكده من أنه قد تم فهمها. يعني المرسل بيرسل رسالة بتحتوي على فكرة معينة أو فكر أو محتوى معين أو موضوع معين، هو عايز يتأكد إن المستقبل استقبل الرسالة دي. لو هو المرسل أرسلها بفاعلية، المستقبل هيستقبلها بفاعلية، ولازم يديله الفيدباك اللي هي التغذية الراجعة، يقول إن أنا فهمتها، إن أنا استوعبتها، إن أنت المفهوم اللي أنت عايز توصله لي أو المعنى أنا اتفاعلت معاه وفهمته، ولغتك كانت سهلة وواضحة وصريحة ولا تحتمل أي خداع، فبيديله التغذية الراجعة. وده من أهم الحاجات في مهارات الاتصال الفعال، إن يكون عندي تغذية راجعة لأعرف مردود الرسالة على المرسل والمستقبل. ما هي أشكال لوسيلة الاتصال في البيئة؟ عندي أشكال طبعا كتيرة جدا، أنا طبعا جبت جزء بس منها، زي الملصقات والندوات. لو في ندوة، لو في ملصق معين، أنا بتصل باتصال معين، بتكون هي دي وسيلة الاتصال عندي. في الجزء اللي هي الصورة دي الاتصال وجها لوجه، يعني ناس بيكلموا بعض دايركت مباشرة. في من خلال الاجتماعات، ان بيكون في اجتماع في مؤسسه معينه او اداره معينه، فكلهم بيتواصلوا مع بعض عن طريق الاجتماع اللي بيكون في وقت معين وفي زمن معين. في تبادل الكلمات والعبارات عن طريق بعض الاشخاص، يعني حد بيقول كلمه معينه او عباره معينه عن وبعض الاشخاص واقفين، ده نوع من انواع الاتصال. التدريبات، لو انا في تدريب، لو في معلم بيقوم بتدريب مجموعه من الطلبه، فدي اخرى وسيله من وسائل الاتصال. طبعا كل دول بيتوافر فيهم مرسل ومستقبل ورساله وبيئه اتصال وتغذيه راجعه. الاتصال عن طريق التليفون، الاتصال عن طريق الرسائل المكتوبه، ان يكون في ناس تكتب لبعض عن طريق البريد، عن طريق الشات، عن طريق الكمبيوتر. يعني طبعا في انواع كثيره جدا واشكال مختلفه لوسيله الاتصال في البيئه. ناخد بقى قصة حلوة كده وجميلة لمعنى الاتصال الفعال، وهي من القصص اللي بصراحة حبيت ان انا انقلها لكم. انا عارفة ان في معنى الاتصال الفعال والناس اللي قرأوا كتير في مجالات التنمية البشرية في قصة مشهورة جدا، هي قصة الولد اللي كان بيروح لوالده وقصة المسامير. تمام، حد عارف القصة دي يا جماعة؟ قصة الولد اللي كان بيدق المسامير في سور الحديقة كلما أخطأ في حق إنسان أو كلما أساء إلى شخص معين وقطع صلة بينه وبين الآخرين. تمام تمام أستاذة سارة، حضرتك لو دخلتي على النت هتلاقي القصة دي مشهورة، ولكن حبيت إن أنا أجيب قصة تانية خالص، قصة جديدة لمعنى الاتصال الفعال. أنا هقرأها لكم زي ما هي مكتوبة بالظبط عشان نقعد يعني نتخيل المعنى اللي ورا القصة دي. نبتدي نقول القصة. القصة كانت بتقول، هي عن الاتصال والتواصل. يحكى أن أحد الحكماء خرج مع ابنه خارج المدينة ليعرفه على التضاريس من حوله في جو نقي بعيدا عن صخب المدينة وهمومها. سلك الاثنين واديا عميقا تحيط به جبال شاهقة، وأثناء سيرهما تعثر الطفل في مشيته، سقط على ركبته. صرخ الطفل على أثرها بصوت مرتفع تعبيرا عن ألمه، وقال آه، فإذا به يسمع من أقصى الوادي من يشاطره الألم بصوت مماثل. آه، نسى الطفل الألم وصارع في دهشة سائلا مصدر الصوت، ومن أنت؟ فإذا الجواب يرد عليه سؤاله ومن أنت، انزعج الطفل من هذا التحدي بالسؤال، فرد عليه مؤكدا بل أنا أسألك من أنت. ومرة أخرى لا يكون الرد إلا بنفس الجفاء والشدة، بل أنا أسألك من أنت. فقد الطفل صواب بعد أن استثارته المجابهة في الخطاب، فصاح غاضبا أنت جبان. فهل كان الجزاء إلا من جنس العمل؟ وبنفس القوة يجيء الرد أنت جبان.
أدرك الصغير عندها أنه بحاجة لأن يتعلم فصلا جديدا في الحياة من أبيه الحكيم الذي وقف بجانبه دون أن يتدخل في المشهد الذي كان من إخراج ابنه. قبل أن يتمادى في تقاذف الشتائم، تمالك الابن أعصابه وترك المجال لأبيه لإدارة الموقف حتى يتفرغ هو لفهم هذا الدرس. تعامل الأب كعادته بحكمة مع الحدث وطلب من ولده أن ينتبه لجواب هذه المرة، وصاح في الوادي: إني أحترمك. كان الجواب من جنس العمل آخر، من جنس العمل أيضا، فجاء بنفس نغمة الوقار: إني أحترمك. عجب الابن من تغير لهجة المجيب، ولكن الأب أكمل قائلا: كم أنت رائع. فلم يقل الرد عن تلك العبارة الراقية: كم أنت رائع. ذهل الطفل مما سمع، ولكن لم يفهم سر التحول في الجواب، ولذا صمت بعمق لينتظر تفسيرا من أبيه لهذه التجربة الفيزيائية. علق الحكيم على الواقعة بهذه الحكمة: أي بني، نحن نسمي هذه الظاهرة الطبيعية في علم الفيزياء بالصدى، لكنها في الواقع هي الحياة بعينها. الصورة دي يا جماعة صورة الصدى، وهي تحمل تعبير عن حكاية الصدى. الصدى اللي بنخرج منه من القصة دي، وأتمنى إن حضراتكم تقولوا لي رأيكم في القصة. جزاك الله خيرا يا دكتور أحمد، جزاك الله خير. أستاذة أمل بتقول: كن جميلا ترى الوجود جميلا. صح، جزاك الله خيرا، أنت الأجمل يا أستاذة أمل. بما أن داخلك جميل فأنا أتأكد أن ما بخارجك أجمل وأجمل وأجمل. فالمعنى اللي هنخرج بيه من القصة دي أن الحياة لا تعطيك إلا بقدر ما تعطيها. على قد ما تدي الدنيا هي هتديك، مهما تشوف فيها من مصاعب، مهما تشوف فيها من ألم وتحديات ومشاكل، ولا تحرمك إلا بقدر ما تحرم نفسك منها. الحياة مرآة أعمالك وصدى أقوالك، وهذه مقولة صحيحة. أنت لو عايز تدي لنفسك حاجة محدش يقدر يحرمك منها، إلا أنت إذا حرمت نفسك منها يبقى ده قرارك كله من جواك. ما تقولش الدنيا، ما تقولش الظروف، ما تقولش الناس اللي حواليا. أنت ممكن تتغلب على كل ده لو كنت قوي من جوا وعندك الأدوات اللي تقدر تكتشف بيها جواك، فأنت قادر على إخراج أفضل ما لديك، وإن أنت تقدر تتعارك مع معارك الحياة وتخليها تكون فعلا مرآة. الحياة دي مرآة لأعمالك وصدى لأقوالك. خلاص، التأثير رهيب. أنا اللي هأثر فيك يا دنيا، مش أنت اللي هتأثري فيا. مش كل مشكلة هوطي وهنخ وهبقى حالتي كارب وأقعد مع نفسي وأقول عملوا فيا وسووا فيا. أنت المفتاح، أنت القوي في هذه الحياة، أنت الإنسان القوي في هذه الحياة. ردد هذه المقولة دائما، إن شاء الله بإذن الله هنتغلب على كل ما نقابله في الحياة من متاعب ومشكلات. إذا أردت أن يوقرك أحد فوقر غيرك، وأنا أحب هنا أقول: إذا أردت أن يوقرك أحد فوقر نفسك، ولكن بدون أن توقرها الوقار الزايد. يعني اعتز بنفسك ولكن لا تعتز الاعتزاز اللي يصل الى حد الغرور والكبر، لان بعد كده بيبتدي الكرب المنحنى ينزل، وبتدي تفقد كل ايجابياتك وتفقد الناس من حولك. اذا اردت ان يرحمك احد فارحم غيرك. بالظبط، الرحمه دي طبعا ان الله غفور رحيم، وربنا هو الرحمن الرحيم، ولكن لابد ان يكون في رحمه في نفسك، وانك ترحم نفسك الاول عشان غيرك يرحمك. واذا اردت ان يسترك احد فاستر غيرك. إن شاء الله بإذن ربنا يسترها دنيا وآخرة. إذا أردت الناس أن يساعدوك فساعد غيرك. فعلا، إذا أمددت يدك بكل الحب والتواضع لمساعدة الناس، تأكد إن كل الناس في وقت من الأوقات هتكون حواليك وهتساعدك بدون ما تطلب منهم. وإذا أردت الناس أن يستمعوا إليك ليفهموك فاستمع إليهم لتفهمهم أولا. لتفهمهم أولا، فعلا. لو أنت عايز، بالظبط يا أستاذ عمر، ابدأ بنفسك. لو انت عايز الناس تسمعك وتفهمك، اسمعهم الاول وتفهمهم الاول، وشوف هم عايزين يقولوا ايه. تاكد ان مجرد ان انت تكلمت معاهم وانصت اليهم واستمعت اليهم وتفهمتهم ونصحتهم بمنتهى الامانه، ان ممكن لو هم طبعا طلبوا النصيحه منك في حاجه معينه، انك وصلت كده لقمه التواصل الفعال،
وبعد كده لو انت تعرضت لأي حاجة هتلاقي كل الناس بتستمع إليك، كل الناس بتفهمك، كل الناس بتساندك، كل الناس متفهمك. لا تتوقع من الناس أن يصبروا عليك إلا إذا صبرت عليهم ابتداء. يعني ما تتوقعش إن الطرف اللي قدامك لازم يصبر عليك، لازم انت تكون صابر عليه الأول. يعني خليك صبور في الأول عليهم، وبعد كده انت ان شاء الله بإذن الله هما هيكونوا صبورين عليك. فبيقولوا في آخر القصة الحكيم لابنه: أي بني، هذه سنة الحياة، سنة الله، أسفة، هذه سنة الله التي تنطبق على شتى مجالات الحياة، وهذا ناموس الكون الذي تجده في كافة تضاريس الحياة، إنه صدى الحياة، ستجد ما قدمت وستحصد ما زرعت. يا ريت الكلمة دي يا جماعة نرددها بينا وبين أنفسنا: ستجد ما قدمت وستحصد ما زرعت. أي حاجة حضرتك بتقدمها هتلاقيها، ومحدش بيحصد إلا اللي زرعه. إذا زرعنا خير هنحصد خير لا قدر الله، يعني ولو زرعنا لا قدر الله شر هنحصد شر. فقدم الخير تفز بالدنيا والآخرة. ما هي معوقات الاتصال الفعال؟ معوقات الاتصال الفعال: التشويش. يعني ممكن أنا برسل رسالة بيرسلها المرسل في بيئة معينة بشكل معين عبر قناة معينة، بيستقبلها المستقبل وبيفهمها وبيدي مردود أو الفيدباك اللي هي التغذية الراجعة للمرسل مرة أخرى. لازم التأثير يكون فعال على المرسل والمستقبل في التغذية الراجعة، يعني اللي هما الاتنين يكونوا متفاعلين، حاسين إن المرسل أرسلها كويس والمستقبل إداله الغرض أو رد على الرسالة اللي تكمل متطلبات المرسل اللي أرسلها، أرسل الرسالة من أجله. في حاجة اسمها في معوقات الاتصال الفعال اللي هي التشويش. ده عنصر بيدخل على عملية الاتصال، بيتسبب ان الرسالة مش بتوصل بشكلها الصحيح. ما عشان انا اوصل ابقى مرسل كويس يبقى انا لازم اوصل رسالة كويسة يستقبلها المستقبل بطريقة كويسة في بيئة كويسة ويبقى عندي مردود كويس للرسالة. التشويش ده انواع: في مادي وفي دلالي وفي نفسي وفي تكنولوجي. المادي اللي هو من الضجيج، الاصوات الخارجية، دوشة وضجيج وازعاج. الدلالي ان لازم الرسالة بتحمل معنى واحد، ما يبقاش في تلاعب في دلالات الالفاظ اللي انا بيرسلها سواء المرسل او المستقبل، يبقى المعنى كما هو. النفسي بيبقى فيه تشويش نفسي سواء عند المستقبل او المرسل، ان بيبقى فيه فكرة بتبقى متسلطة في ذهنه وبتبرمج في عقله الباطن، فبيبتدي يطلع فكرة او معنى او بيعمل اتصال بيبقى غير فعال، ودي من احدى معوقات الاتصال الفعال. التكنولوجيا اللي هو عن طريق التليفون او ما شابه ذلك، لو في مثلا في تشويش في حد بيتكلم في التليفون بيبقى في دوشه، النت يبقى في قطع في عمليه الاتصال، دي بتعيق عمليه الاتصال. ودي بنلاقيها في الناس اللي بتعتمد في شغلها اكتر على الاتصال بالكمبيوتر والنت والفيس والحاجات دي، لان يعني في ناس بتبقى ليها شغل معين ما تقدرش تعمله غير على الكمبيوتر، فيبقى في لو هو ارسل واستقبل بيبقى في نوع من انواع التشويش اللي هو التشويش التكنولوجي. تاني حاجه: عدم وضوح الرساله. يعني لازم ارسل رساله موضح حد مش حد محدده ودقيقه وصريحه وواضحه للمستقبل، والمستقبل برضو هيديني الفيدباك بكلمات معبره ومحتوى واضح وصريح ومحدد. اللغه لازم تكون متناسبه ما بين الاثنين، يعني لازم عشان انا بتكلم عربي اللي قدامي بيتكلم عربي، لو هو بيتكلم انجليزي ما ينفعش انا اتكلم عربي وهو بيتكلم انجليزي، يبقى اللغه لابد ان تكون سواء ليتم الاتصال فعال. لو ما فيش، لو كل واحد بيتكلم لغه يبقى كل واحد بيتكلم لوحده ويبقى احنا مش هنتصل مع بعض اتصال فعال. عدم تفهم المستقبل للرساله. لو كان المرسل لم يستطع ارسال الرساله بشكل جيد وصحيح المستقبل يبقى هو مش هيفهمها، يبقى مش هيديني الفيدباك، يبقى ما فيش اتصال فعال، اللي هو الطرف الاخر اللي المفروض ان يديني في عمليه الاتصال. عدم اخلاص النيه. النيه دي مهمه جدا ان احنا نتكلم فيها، يعني النيه دي ما زالت هي أول حاجة. إخلاص النية في العمل، إخلاص النية في القول، إخلاص النية في الاتصال. إذا أخلصت نيتي بيني وبين نفسي وتفاعلت معاها التفاعل الإيجابي، إن أنا أخلصت النية مع نفسي، طبعاً لأن بخلص النية مع الله، مع خالقي، فده بيخليني أتواصل اتصال فعال. لو ما أخلصتش النية يبقى أنا اللي قدامي هيفهم من نبرة صوتي إن أنا مش مخلصة، مش هتفاعل معايا. اللي قدامي لو في وجها لوجه هيشوف نبرات غير نبرات الصوت، هيشوف ملامح وشي، حركه ايديا، وقفتي، المسافه اللي انا اخدتها ما بيني وما بينه، فهيبقى في معوقات الاتصال الفعال ومش هتوصل الرساله كما يجب ومش هيستقبلها كما يجب ومش هيديني الفيدباك كما يجب.
الكذب، الكذب برضو من معوقات الاتصال الفعال. يعني لو حد بيكذب طبعا بيبان في عينيه وبيبان في حركته، بيعمل حاجة معينة في لغة الجسد ممكن اللي قدامه ما يصدقوش. غير كده كمان في حاجة، ناس بيبقى عندهم ما يسمى بالحاسة السادسة أو الإحساس، هو بيحس اللي قدامه بيكذب عليه، حاجة ملكة من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا حس إن اللي قدامه بيكذب فلن يتم اتصال فعال أبدا. ما هي الوصايا الماسية لاتصال فعال؟ وهو اجتهاد مني في عملية الوصايا، لأن قعدت أفكر في الاتصال وباختلاف أنواعه. فتعالوا كده نشوف بعض الجمل اللي أنا كتبتها من بنات أفكاري، إن شاء الله كده تنول إعجابكم، وفي نفس الوقت نقدر إن إحنا نطبق يا كلها يا جزء منها إن إحنا نتصل اتصال فعال. كاتبة: دعونا نبحر في الكلام نأخذ منه كل الجمال. نقف كده قدام كل شريحة نشوف إيه الوصايا دي. الممارسة والتدريب المستمر عشان أتصل اتصال فعال، يبقى لازم يبقى عندي ممارسة وتدريب مستمر. أنا كل يوم الصبح بتواصل مع نفسي، بتواصل مع أهلي، بتواصل مع أسرتي، بتواصل مع أقاربي، بتواصل مع الناس في الشغل، بتواصل مع الناس في الشارع، بتواصل مع كل الناس. حتى لو أنا راكبة عربية مواصلات وبنتقل من مكان لمكان، ففي عملية تواصل ما بيني وما بين الناس. فالممارسة والتدريب المستمر عن طريق توسيع دائرة العلاقات الاجتماعية وحضور دورات تدريبية وحلقات نقاش. كل ما بشوف ناس أكتر وأنماط من الشخصيات أكتر، بتفاعل معاهم، بتكلم معاهم، فأنا قادرة على نسبة إن أنا أتواصل معاهم. على حسب استجابتهم ليا أنا بشوف، بقيم نفسي، هل أنا اتصلت اتصال فعال بنسبة قد إيه؟ وأنا خرجت بخبرة قد إيه من اتصالي مع هذا الشخص؟ والرسالة بتاعتي وصلت ولا لأ؟ أو لو كنت مستقبل قدرت أعمل الفيدباك بتاعها للشخص المرسل بتاعي ولا لأ؟ فالممارسة والتدريب هي لاكتساب أي مهارة غير مهارة الاتصال، ولاكتساب مهارات كل المهارات اللي ممكن أكتسبها في حياتي. كسب الثقة بالنفس تاني حاجة، والقدرة على التفكير بهدوء أمام الآخرين لتوصيل رسالة واضحة ومفهومة للمستقبل. ودي احنا قلنا عليها فعلا، لو انا عندي ثقه في نفسي، لو انا راضي عن نفسي، بعمل بأجيد حواري مع نفسي بايجابيه وبفاعليه، وبفكر بهدوء، ما بقاش منفعله قوي وانا بتكلم قدام الناس، سواء انا برسل رساله ابقى منفعله قوي او انا بستقبل رساله ابقى منفعله قوي. لازم يكون في توازن وقدره على التفكير بهدوء عشان اوصل الرساله واستقبلها، والعكس صحيح. ثالث حاجة: تحدث ببساطة وبصوت مسموع معتدل وبوجه بشوش. دي الخلاصة. عايز تتصل اتصال فعال، عايز تتصل اتصال فعال، جزاك الله خيرا يا استاذ شريف. اللي جواك خرجه، ما تحاولش تتكلف وانت بتتكلم، ممكن تغلط وانت بتتكلم، مش يعني مش لازم نقول كل الكلام يعني لا لغة عربية فصحى ولا ان انا بتكلم ولا عارفة يعني، ولكن بالتحسين، التحدث ببساطة واخراج ما بداخلك الى خارجك، ده المفتاح السحري للتواصل. ناس خلاص بتبقى بسيطة جدا في تعاملاتها، فبوصل المفهوم ببساطة، الرسالة بتوصل ببساطة، والمستقبل بيستقبلها ببساطة، وبيديني فيدباك بتاعها ببساطة وبصوت مسموع معتدل. يعني ما زعقش قوي ولا اكون عاملة صوتي منخفض قوي، لازم يكون في اعتدال والصوت واضح وصريح ومعتدل، بحيث ان هو يكون فاعلي اثناء عملية الاتصال. طبعا الوجه البشوش دي اهم حاجه، انا بركز على الوجه البشوش يا جماعه. انا فعلا انا بتكلم دلوقتي وانا بضحك فعلا، يعني بجد الوجه البشوش في عمليه الاتصال. انا مش شايفاكم، انا مش شايفاكم، لكن حاسه ان انا بجد متواصله معاكم، والتواصل بتاع ال 80 ال 38% فقط اللي هو عبر الصوت. يعني في جزء كتير جدا واتصال لفظي برضو اللي هو 7%، ولكني حاسه ان انا حاسه بكل واحد ورا الشاشه، كل واحد انا حاسه ان انا متواصله معاه. يا رب يكون بس الفيدباك نفس الاحساس عندكم ان شاء الله باذن الله. بالنسبه برضو لعمليه الاتصال، لا تتحرك كثيرا عند التحدث، يعني ما تقعدش بقى ايه تتكلم وانت بتتحرك كتير قوي، كتهديم ملابسك، يعني تفضل ايه يعني تعدل في هدومك، حتى لو الامر مش مستلزم ان انت تعمل كده، لان انت ممكن بتشوش على اللي قدامك او بتبين اللي قدامك ان انت غير مهتم لحديثه، فما تاخدش استقبال كويس او تغذيه راجعه كويسه للرساله اللي انت ارسلتها.
وفرك اصابعك، ما تقعدش تشتت من نفسك والشخص اللي قدامك انك تفرك صوابعك او عدم النظر الى وجه من تتحدث اليه باهتمام. من اهم عمليات التواصل ان تتحدث الى من امامك وانت تنظر اليه مباشره. ده يعني اللي قدامك بيحس ان انت كل ذره في كيانك معاه، فبيبتدي يديك كل الاهتمام، كل الاهتمام. بالظبط يا استاذه خديجه، الحركه تشتت انتباه الحاضرين. بالظبط، ده في اثناء المحاضرات واثناء لو كان شخص بيتكلم امام مجموعه من الناس. استاذ دكتور احمد يوسف بيقول لغه الجسد مهمه جدا، فعلا فعلا هي بتبني عليها نسبه كبيره جدا من عمليه التواصل. فلازم ابص له واهتم بيه جدا واكون واقفه كويسه او ما اتحركش كتير عشان ما شتتش انتباهه. تحدث دائما مع عقلك لتوليد افكار ايجابيه عن تواصلك مع من حولك بفاعليه. دايما اتكلم مع نفسك مع عقلك، اعمل ايه عشان اجيب افكار ايجابيه بحيث ان الناس تسمعني، بحيث ان الناس تستقبل مني الرساله كما يجب، بحيث ان انا اعمل شغلي كما يجب، بحيث ان انا اقدر اتواصل مع كل هذه الفئات المختلفه من البشر والمختلفه في الطبايع والبيئات والافكار، كل حاجه فيهم مختلفين، مفيش حد زي التاني خالص. أنا لو ما قدرتش أعمل كده يبقى مش هقدر إن أنا أتواصل معاهم بفاعلية نهائية. ده بالنسبة للوصايا لعملية الاتصال. في الآخر بشكركم، بشكركم للحضور، بشكركم لاهتمامكم، بشكر كل واحد باسمه فعلا حضر معايا في المحاضرة دي، وأتمنى إن شاء الله إن أنا أكون يعني نقلت صورة ولو بسيطة جدا عن مهارات التواصل، وهي أول تجربة ليا في مجال التنمية البشرية. أرجو إن ربنا كده ينفع بكلماتي والناس تكون استفادت شيء مفيد، وإن ربنا أجرني أجرا حسنا على هذا الوقت إن شاء الله بإذن الله، وأجركم إن شاء الله بإذن الله. جزاك الله خيرا دكتور أحمد، جزاكم الله خيرا. أستاذة خديجة، أنا لا تعرف حضرتك مقدار الفرحة اللي أنا فيها إن حضرتك شرفتيني بهذا الحضور في هذه المحاضرة. أستاذة ميسة، أنا اللي بشكر حضرتك، جزاك الله خيرا وجزاك الله كل خير. أستاذة عبير، أستاذ صالح، بالنسبة جزاك الله خيرا يا أستاذة سارة، ربنا يجعله إن شاء الله في ميزان حسناتك أنت كمان، وربنا يكرمك كده إن شاء الله وتقدري تجتازي. من أستاذة سارة حضرتك سألتيني على بالنسبة للطلبة، أرجوكي تفهمي أكتر واختاري الوقت المناسب وكوني صبورة جدا في تعاملك مع الطلبة. حاولي ان حضرتك تصاحبيهم وتشوفي ايه الحاجات اللي هم يعني بيبقوا حابينها او اللي هي بتشد انتباههم، حاولي تدخلهم من هذا المدخل بحيث انك تقدري تتواصلي معاهم مره بمره. العمليه مش هتكون سهله بالنسبه لك قوي، ولكن ان شاء الله باذن الله بالصبر والمصابره وتحديد الهدف ان حضرتك ان شاء الله تاثري فيهم تاثيرا ايجابي هتقدري تتواصلي معاهم. حاولي حضرتك مش على قد الطلبه في لو كان عند حضرتك معمل او سيكشن او اي حاجه، حاولي يبقى في قناه اتصال بينك وما بينهم، لو حابه حد ان يبقى في تواصل، لو حضرتك ليكي مكتب معين في الكليه او بتقعدي لو حد عايز يستفسر على حاجه، لو حد عايز يتكلم مع حضرتك في حاجه تخصه حتى لو حاجه مش في الدراسه، تاكدي ان انت لو فتحتي قناه اتصال واستمعت لهم كويس جدا وانصتي ليهم واديتيهم الراي هيمشوا عليه وهيعملوا بيه، وانت ان شاء الله بعد كده ما تدخلي السكشن عندهم هتلاقي التحول يعني كبير جدا ان شاء الله باذن الله. اتمنى لك التوفيق باذن الله ان شاء الله يا استاذه صانع. استاذه منى، انا اللي بشكر حضرتك جدا وجزاك الله خير كل خير. استاذه مريم، جزاك الله خيرا، جعل الله في ميزان حسناتك ان شاء الله لهذا الاستماع ان شاء الله. استاذ ماجد، انا اللي بشكر لحضرتك وقتك يا استاذ ماجد، ان كل الناس يعني اتاحوا لي هذه الفرصه ان انا اعبر بالكلمات ولو حاجه بسيطه، ان انا اقول حاجه عن المهارات، وان شاء الله نلتقي على خير قريبا باذن الله. أستاذة عبير مصطفى بتقول يا ريت نعمل محاضرة عن أفضل وسائل التواصل مع الطلبة، خصوصا أن أصبح مفيش دافعية للتعلم عند الأغلبية. إن شاء الله بإذن الله أستاذة سارة، إن شاء الله هنحطها فين، إن شاء الله إن احنا نعمل تواصل مع الطلبة بإذن الله ويكون في عندهم الدافعية. هما طبعا الدافع للتعلم أصبح دلوقتي مش زي زمان، احنا كنا يعني طلبة، ولكن طبعا هما معذورين يعني. أنا طبعا مغريات الحياه قدامهم كتير والتشتت اللي هم فيه وعدم تحديد اهدافهم، واكثرهم بيبقى مش متواصل مع الناس في البيت، بيبقى اكثره كل تواصله مع الاصدقاء. فان شاء الله باذن الله يعني ان شاء الله نعمل حاجه للطلبه تنفعهم في حياتهم باذن الله. استاذ ماجد بيقول يا ريت المحاضره قريبه عن الاهداف والتخطيط الشخصي، ان شاء الله سناخذها في الاعتبار يا استاذ ماجد، جزاك الله خيرا.
بشكركم يا جماعة للحضور والتواصل عبر الإيميل، وممكن حضراتكم تكتبوا هذا الإيميل حطيه على الفيسبوك. إن شاء الله بإذن الله نتواصل. أي حد محتاج استفسار، أي حد عايز محاضرة في مجال معين، أو أي عايز يسأل على أي حاجة، إن شاء الله بإذن الله يعني نكون عندنا يعني المقدرة إن شاء الله بإذن الله إن إحنا نقول الرأي السديد أو الرأي الصحيح. إن شاء الله هينزل قدام عند حضراتكم تصويت عن المحاضرة. يا ريت كده كلنا إن شاء الله نعمل تصويت بكل وضوح وبكل صراحة. اتفضلوا حضراتكم، التصويت نزل عند حضراتكم، يا ريت حضراتكم تقولوا لي إشارة إنها نزلت. الصفحة دلوقتي موجودة، كله شيء تمام. بدأ تمام. أعتقد إن الخيار الثالث إن إحنا نعمل محاضرة تانية عن مهارات الاتصال الفعال، وفعلا لأن هي دي فعلا مقدمة عن الاتصال، وهي لا تفي بالغرض، الساعة لا تكفي، إحنا بدنا على الأقل 3 4 ساعات نتكلم على المهارات بتاعة الاتصال الفعال وكيف تكتسب هذه المهارة بفعالية. إن شاء الله بإذن الله نكون هنعمل حاجة قريبة بإذن الله عن مهارات الاتصال الفعال، مش في المقدمة بقى ولكن بتغطي كل جوانب المهارات الاتصال الفعال. جزاكم الله كل خير، إن شاء الله نشوفكم قريبا بإذن الله، بإذن الله في محاضرات أخرى، ونكون دايما متواصلين مع بعض بإذن الله في أي وقت وفي أي زمان وفي أي مكان. أشكركم جزيلا، شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.